بمسرح مدرسة الأمل الثانوية أقيمت محاضرة بعنوان العنف ضد المرأة بإشراف فريق صناع الأمل بمدينة غدامس وبالتعاون مع مدربات من منظمة تيتا تراوين الخيرية. قمنا بعمل محاضرة العنف ضد المرأة، استهدفت هذه المحاضرة طلبة مدرسة الأمل الثانوية للبنات، ونشكر الأستاذة مبروكة الخير وأيضا الأستاذة أسماء أنور لعطائهم هذه المحاضرة وتكبدهم عناء السفر، ونشكر مدرسة الأمل إتاحة هذه الفرصة. تمحورت المحاضرة حول أسباب العنف وأنواعه كالعنف الاقتصادي والإلكتروني والتعريج على دور الاختصاصيين الاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية والدور الريادي لدى النساء وأهمية مشاركتهن في دفع عجلة المجتمع للتقدم. قمنا اليوم بإعطاء محاضرة بعنوان العنف ضد المرأة بجميع أشكالها وأنواعها. نشكر فريق صناع الأمل ونشكر السادة مبروكة على جهودها ما شاء الله معنا، وكانت كان الحضور تبارك الرحمن، يعني ما توقعناش كان الحضور فعلا رائع، وكان فيه تفاعل من الطلبة معنا. الطالبات تفاعلن مع محاور الورشة التي تكتسب أهمية كبرى في نشر الثقافة للتصدي لجميع أنواع العنف واقتراح حلول تساعد النساء في محاولة الحد من مظاهر العنف والدفع بعجلة المجتمع إلى الأمام.